السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسميد الأغنام من الألف للياء. فيديو الإجابة الأخير كان في أخ عراقي اسمه هزها سيروان سأل سؤال مهم، قلت له إن شاء الله الإجابة عليه هتكون في فيديو مخصوص، لأني المفروض الإجابة عليه كل واحد داخل على مشروع تسمين لازم يفهم الإجابة عليه إجابة السؤال ده كويس. سؤاله هو كان الخروف بياكل كام كيلو علف يزيد كام كيلو لحم؟ عشان تعرف الإجابة على السؤال ده كويس لازم تعرف ثلاث مصطلحات أساسية في تسمين الأغنام. رقم واحد معدل تحويل الخروف، رقم اثنين معامل تحويل العلف، رقم ثلاثة الوزن المثالي للبيع. طبعا احنا في مصر هنا في حوالي 5 أنواع سلالات من الأغنام أساسية، يعني في أكتر بس الأساسيين دول اللي هم البرقي والرحماني والأسيمي والبلدي والبرديسي. 4 منهم يعتبروا أوزان تقيلة وواحد أوزان خفيفة. البرقي هو الأوزان الخفيفة، أقل معدل تحويل، أقل زيادة شهرية، اللي هو الخروف البري. فاحنا كلامنا يكون النهاردة عن الخروف البري اللي هو سلالة خفيفة، سلالة خفيفة معدل تحويلها معدل الزيادة بتاعتها مش كبير، أقل معدل تحويل في مصر. قيس عليها في أي بلد في العالم، في أي بلد في العالم في سلالات خفيفة وسلالات تقيلة. احنا النهاردة هنتكلم عن السلالات الخفيفة في مصر وهو البرق. طبعا مع الشروط القياسية خروف متأسس كويس شبعان لبن متجرع واخد متخلص من الطفيلات الداخلية والخارجية، علف موزون الكمية 3% في اليوم، ياكل 3% من وزنه علف في اليوم. دي كلها الشروط تعتبر القياسية. طبعا قلنا لازم تفهم الثلاث مصطلحات. اول حاجة معدل التحويل للخروف، معدل التحويل الخروف يعني الخروف بيزيد كام كيلو في الشهر، قلنا مع المواصفات القياسية، علف موزون بروتين متوسط 17% الكمية 3% في اليوم. معدل الزيادة الشهرية يعني الخروف بيزيد كام كيلو في الشهر. بالنسبة للخرفان البرقي الخروف بيزيد من 6 إلى 8 كيلو في الشهر طول دورة التسمين، من 6 إلى 8 كيلو في الشهر، يعني معدل التحويل اليومي من 200 لحوالي 270 جرام 280 جرام 290 جرام، قليل اللي بيوصل 300 جرام في الغنم البرقي، قليل اللي بيوصل 300 جرام، ما فيش يعني نادر جدا يعني، بس هي المتوسط من 200 ل 270 جرام في اليوم. طيب ده معدل التحويل اللي هو الخروف بيزيد كام كيلو في الشهر، كل سلالة ليها معدل تحويل. الحاجة التانية معامل تحويل العلف، وده مغزى السؤال بتاعنا النهاردة، معامل تحويل العلف يعني الخروف بياكل كام كيلو علف في اليوم بيزيد كام كيلو لحم. طبعا انا ما ينفعش متوقف على حاجة مهمة، حاجتين يعتبر معامل تحويل العلف متوقف على حاجتين، نسبة البروتين في العلف وعمر الخروف، نسبة البروتين في العلف وعمر الخروف. يعني ما ينفعش اقول الخروف بياكل مثلا، بغض النظر عن اللي هنتكلمه بالتفصيل، مثلا الخروف بياكل 4 كيلو علف بيزيد كيلو لحم ونسكت. ما ينفعش اقول الخروف بياكل 3 كيلو علف بيزيد كيلو لحم ونسكت، ما ينفعش. لازم نذكر العمر ونذكر نسبة البروتين. بمعنى واحد بياكل شعير فقط لا غير وبياكل 3% شعير وممكن يزيد، ممكن الخروف ياكل اكتر من 3% كمان في حالة شعير فقط لا غير، ممكن ياكل 3.5% ويجي اخر الشهر ما يلاقيش الزياده، ما يلاقي الزياده 4 كيلو 5 كيلو، ما يلاقيش الزياده المظبوطه، والخروف كويس ومتجرع وكل حاجه تمام وبيدي الكميه المظبوطه. واحد بياكل علف نسبه بروتين فيه 18%، طبعا ازاي واحد بياكل شعير نسبه بروتين فيه 11% وواحد بياكل علف نسبه بروتين 19% او 18%، ازاي يكون ده زي ده؟ ما ينفعش. طبعا معامل التحويل هيكون اعلى في البروتين العالي، يعني الخروف هياكل كميه اقل هيزيد عليها اكتر، احنا عاوزين اقل معامل تحويل، بمعنى يعني الخروف عاوزين اكبر معامل تحويل، اكبر معامل تحويل مش اقل، معلش اسف طبعا، عاوزين اكبر معامل تحويل يعني اقل كميه علف تديني وزن معين من اللحم، اقل كميه علف تديني وزن معين، عاوزين اقل معامل تحويل. طيب معامل التحويل قلنا بتوقف على نسبه البروتين وبتوقف على عمر الخروف، نسبه البروتين وذكرناها، معامل وعمر الخروف، الخروف بيكون اعلى معامل تحويل ليه في العلف وهو صغير،
من سن من اول ما يبدا يدور على العلف لبعد يعني من اول ما يتفطم، لو قلنا من الفطام لبعد الفطام بشهرين او 3 شهور، يعني من عمر 3 شهور مثلا ل5 شهور، بنقوله بشهرين بعد الفطام، من 3 شهور ل5 شهور اعلى معامل تحويل بتلاقيه. بمعنى في خرفان البرقي عندنا هنا الخروف بياكل ما يعادل 3 كيلو علف او 3 كيلو ونص، 17% بروتين، بيزيد عليهم كيلو لحم، من 3 ل3.5 كيلو علف في اليوم مركز. المادة الملقة بتكون برسيم اللي هو الدريس المجفف او برسيم اخضر، بيزيد عليهم كيلو لحم. ده عمر ايه؟ اللي هو عمر من 3 ل5 شهور، من 3 الى 5 شهور. وبنعيد ونأكد ونكرر 100 مرة الظروف المثالية، مش اي خروف، خروف متأسس وشبعان والشروط كلها اللي ذكرناها في بداية الفيديو. خروف قلنا بياكل من 3 ل3.5 كيلو، في الفترة دي بيزيد كيلو لحم. طيب امال فين اقل معامل تحويل؟ لما تيجي تبيع اللي هو وزن 50 كيلو. عند وزن 50 كيلو بتلاقي الخروف بياكل كيلو ونص علف، طبعا 50 كيلو في 3% بيديك 1.5 كيلو علف في اليوم. طب بيزيد قد ايه؟ احنا ذكرنا في الاول الفيديو معدل التحويل الشهري، هتلاقيه مستقر تقريبا، يعني فرق بسيط، يعني مثلا في البداية بيزيد 200 جرام وهو صغير، بياكل قد ايه؟ بياكل نص كيلو مثلا، وهو مفطوم 20 كيلو، بياكل حوالي قلنا لو هو قصدي 20 كيلو بياكل 600 جرام، 600 جرام علف في اليوم، بيزيد عليهم 200 جرام، يعني النسبة 33%، 33% يعني 3 كيلو علف يزيد عليهم كيلو لحم. طيب المفروض لو هي النسبة دي مستمرة، معامل التحويل ده ثابت، المفروض لما وصل كل ما يزيد كمية العلف كل ما يزيد الزيادة معدل التحويل، لا بيوصل في الأخير عند 50 كيلو بياكل كيلو ونص علف. طب المفروض يزيد كام لو معامل التحويل زي ما هو صغير؟ المفروض يزيد 0.5 كيلو في اليوم. طبعا مش هتلاقي الزيادة دي خالص، مش هتلاقي الزيادة دي خالص، 0.5 كيلو في اليوم. ما هو لو وزنه 65 كيلو هياكل 2 كيلو علف، يعني انت عاوز كيلو لربع يوميا، ده تحويل عجل مش تحويل خروف. لا طبعا، فكده ليه تلاقي الخروف بياكل كيلو ونص علف بيزيد قد ايه؟ بيزيد ربع كيلو، 270 جرام 280 جرام، اصبح هنا بياكل ما يعادل 6 كيلو علف عشان يزيد كيلو لحم عند سن البيع. عند وزن ال 50 كيلو بقى، مش هنقول سن البيع لسه، ما اتكلمناش على الوزن المثالي للبيع، عند وزن 50 كيلو تلاقيه بيزيد، بياكل كيلو ونص علف بيزيد 250 جرام ربع كيلو في اليوم، بيزيد 270 جرام 280 جرام، خليها 300 جرام، خليها 300 جرام، هو بياكل كيلو ونص وخليه بيزيد 300 جرام، يعني هياكل حوالي 6 كيلو علف عشان من 5 ل 6 كيلو علف عشان يزيد كيلو لحم، وهو صغير كان بياكل كام؟ كان بياكل 3 كيلو بيزيد كيلو لحم، أصبح هنا نفس الزيادة الوزنية ولكن كمية العلف شبه ضعف. ففي الحالة دي معامل التحويل قليل، هنا يظهر المصطلح الثالث وهو الوزن المثالي للبيع. يظهر المصطلح الثالث وهو الوزن المثالي للبيع، بمعنى ان انا خلاص الخروف كده اعاده يعتبر فيه خسارة، بياكل كتير والتحويل قليل. يظهر الوزن المثالي للبيع، الوزن المثالي للبيع للخروف البرقي اللي هي الاوزان الخفيفة 50-55 كيلو، ده الوزن المثالي للبيع 50-55 كيلو. الاوزان الثقيله بيكون وزن المثالي بتاعها 60-65 كيلو، ده الوزن المثالي للبيع بتاعها، ده كده تعتبر كلت كميه علف مظبوطه قصاد كميه اللحم اللي حولتها. بعد كده هيبدا ياكل طبعا الخروف، مثلا خلينا في الاوزان الثقيله، هنتكلمك في اوزان طبعا هنا في مصر 100 و 120 كيلو ال 100 كيلو خلينا في ال 100 كيلو 100 كيلو في الرحمن ده وزن طبيعي بيوصل 110 و 120 كيلو، 100 كيلو يعني لو حسبنا 3% هياكل 3 كيلو علف في اليوم. هل هيزيد كيلو؟ لا طبعا، ده الكيلو ده بيزيده العجل، ده معامل تحويل للعجل، كيلو كيلو وربع مش للخروف. فبياكل 3 كيلو، بياكل فعلا 3 كيلو، 3 كيلو ونص علف. في غنم 120 كيلو بتاكل 3 كيلو ونص. طيب بيزيد، هل هو بيزيد اللي هي 30% زي الخروف الصغير؟ هيزيد كيلو في اليوم؟ مفيش خروف بيزيد كيلو في اليوم، يعني 30 كيلو في الشهر؟ مفيش ابدا. اصبح هنا لازم تركز فين، اصبح في حاجه اسمها وزن مثالي للبيع، هو عند الاوزان الخفيفه 50 55، الاوزان الثقيله 65 70 كيلو،
او من 60 65 ده كده وزن مثالي. بعد كده بتلاقي فيه خساره، كل حاجه محسوبه بالورقه والقلم، بتلاقيه بياكل كميه علف كبيره وبيزيد قصادها اوزان ضعيفه، فبالتالي المكسب هيكون ضعيف. فعندك وزن مثالي البيع لازم تعرف المصطلحات الثلاثه، معدل التحويل، معدل التحويل الخروف اللي هو الزياده الشهريه، معامل تحويل العلف بياكل كام كيلو علف يزيد كام كيلو لحم، والوزن المثالي للبيع. في النهايه طبعا ما تنساش كل مره بناكد وبنعيد الكلام، اي حد عنده اي سؤال يتفضل يدخل على القناه يشوف اخر فيديو للاسئله والاجابه، يكتب تحتيه التعليق بتاعه وان شاء الله خلال يومين بيرد عليه ان شاء الله في فيديو تاني. في النهايه طبعا ما تنساش لو عجبك الفيديو الاشتراك في القناه ليصلك كل ما هو جديد ومفيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.